بترجاك خليني روح واطمن عليها بس هالمرة. ليش بدك تروح هلأ وتضل بعدين؟ يعني شو رح تفرق معك إذا اليوم اطمنت عليها وبكرة لا؟ أخي حاول تفهمني القصة مو هيك. أنا بدي روح واطمن عليها لأني حاسس إني مذنب. وجيه معه حق، لأنه هي إذا صار لها شي ما رح يسامح حاله أبدا. هالحكي كله مزبوط، القانون بيسامح، بس الإنسان مستحيل يسامح حاله على هيك قصة. ونحن بجوز نقدر نسكر عيون القانون، بس ضميرنا مستحيل نامي. ماشي.